وقع الصدمة على جميع المعنيين بالكرة اللبنانية من جماهير ولاعبين وإعلاميين. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. كاد الحلم اللبناني بالتأهل إلى النهائيات الآسيوية لأول مرة عبر التصفيات وليس الاستضافة أن يتحقق، فطائرة منتخب الأرز التي حلقت فوق الأراضي الأسترالية لدقائق وكادت أن تهبط وتتوقف في بلاد الكنغارو معلنة عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة اللبنانية، عادت وحطت في الديار بطريقة دراماتيكية ومؤلمة وفي مشهد حزين سيبقى في ذاكرة اللبنانيين لفترة طويلة. أكيد كان حلم كتير قريب أنه نوصل، انا دموع اللعيبه كتير ضايقوني، كل عم يتحسن على ضياع الفرصه اللي كانت نحن قادرين نحن نوصل لنهائيات كاس اسيا. كان حنا هذا الجيل من اللاعبين اللي على راس رضا عنتر نوصل لنهائيات كاس اسيا، ورح يمضى وقت طويل يعني لتصح لنا هيك فرصه لنرجع نحقق هالشيء. طريق اللبنانيين الى استراليا كانت سالكه دون عوائق وعبر المحطه التايلانديه، وهو الأمر الذي بدا انه سيتحقق عندما بكر لبنان بالتسجيل عبر محمد غدار. بداية المباراة كانت أكثر من ممتازة حتى أن سجلنا أول هدف في الدقيقة الثانية. سيناريو الدقائق الأولى من المباراة جعل الجميع يعتقد أن القصة الأروع في تاريخ الكرة اللبنانية بدأ يكتب بالرؤوس وبالأقدام وليس بالحبر وبالأقلام. وتوالت الأهداف اللبنانية في الشباك التايلاندية حتى وصل العداد إلى خماسية تاريخية، وهي النتيجة التي أصبح من خلالها لبنان في النهائيات، ولكن هدف تايلاندي قضى على أحلام منتخب الأرز، تبخر كل شيء في لحظات. وتلقينا الهدف الثاني، ما بعرف إذا كان عند علم الجهاز الفني أنه 5-1 بتكفي لحتى تأهلنا، أما لا هذا السؤال صراحة بعد لهلأ ما بعرف جوابه. هيدي صدمة للكرة اللبنانية أما تكون لأنك لعيبة. الخيبة بعدم التأهل أعادت الجميع إلى نقطة الصفر وإلى ضرورة تأسيس جيل كروي قادر على إحداث الفارق في المستقبل. تخرج من البطولة فرق هدف واحد، هيدي يعني ذاكرة حتكون مؤلمة وما حت الناس أصعب. النتيجة ما صبت بمصلحتنا، وبالتالي التغيير ضروري والتغيير مطلوب مهما كلف الأمر، ولو بغير بلدان كنا يمكن شفنا الاتحاد عم يستقيل بسبب دفع مبلغ كتير كبير على مدرب ما حقق النتيجة المرجوة. خيبة الأمل اللبنانية أتت بسيناريو مؤلم للغاية، فالاتحاد اللبناني لكرة القدم الذي تعاقد مع المدرب الإيطالي جوزيبي جانيني براتب غير مسبوق لم ينجز المهمة، فما هو مصير الرجل ومن يتحمل مسؤولية فشل الكرة اللبنانية؟ تعيين جوزيبي جانيني كان من المفترض أنه يأخذ المنتخب إلى مرحلة أعلى، لكن أخذ المنتخب أنا برأيي الشخصي إلى مرحلة أدنى. اليوم المسؤولية هي مشتركة، هي مسؤولية بين الاتحاد، هي مسؤولية بين الأندية، هي مسؤولية بين اللاعبين، هي مسؤولية على الجهاز الفني. سيمضي وقت طويل وقد يأتي جيل بعد جيل، وستبقى مباراة تايلاند ولبنان في ذاكرة المشجعين اللبنانيين، فالحلم بالتواجد بين كبار آسيا كان ينقصه فقط هدفا واحدا، لكن الرياح الآسيوية جرت بما لا تشتهيه السفن اللبنانية. ضياع الحلم اللبناني بالتأهل إلى النهائيات الآسيوية وضع الكرة اللبنانية أمام مفترق طرق، فأما الاستمرار باللعبة كهواية والانزلاق أكثر نحو الهاوية، وإما نقل اللعبة بكامل أقطابها إلى طريق الاحتراف. لبرنامج نوافذ عربية، محمد كركي، بيروت. حقيقة كنا نتمنى أن يتأهل المنتخب اللبناني، ولكن يعني حظ أوفر إن شاء الله في المواسم القادمة. وأيضا نبارك لهم المستوى الفني الجيد والمتطور للاعب اللبناني بشكل عام. ننتقل إلى حدث آخر.